بسم الله الرحمن الرحيم. طالباتي الحبيبات، طالبات الصف الثاني عشر أدبي مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، أرحب بكن معي مجددا في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة، ومعكم معلمة المادة ولاء محمد. أود أن أقدم خالص شكري وتقديري لكن عزيزات الطالبات، وبخاصة طالبات الحبيبات الملتزمات بحل الواجبات والتقييمات ومشاهدة الدروس دائما، وأطلب من البقية الالتزام بحل الواجبات والتقييمات المرفقة. فكرنا معي رؤية مدرستنا، وهي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه، ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. تعودنا دائما لدينا قيمة لكل أسبوع، وقيمة هذا الأسبوع هي التطوع. اغتنم وقتك في عمل الخير، لنتطوع دائما في عمل الخير حتى نرقى بأنفسنا ونسبب نهضة أوطاننا، وبخاصة وطننا الحبيب قطر الذي نعيش على أرضه. سوف نستكمل معا دروس الوحدة الخامسة، والتي بعنوان القياس والتوقيت، وعنوان درس اليوم هو الرسوم البيانية لأداء الرياضيين. نبدأ معا درس اليوم. سوف نتعرف معا على أهداف درس اليوم. أولا، سوف نصف أداء متسابقي الرياضة اعتمادا على منحنى المسافة والسرعة، وأيضا سنصف الأداء معتمدين على منحنى السرعة مقابل الزمن. وسوف نقوم بوصف أداء متسابق الرياضة اعتمادا على منحنى المسافة مقابل وتلك هي المصطلحات العلمية التي سوف ترد في درسنا لليوم. أتمنى منك إحضار الكتاب المدرسي ومتابعة الدرس. لنسأل أنفسنا في البداية، كيف يقوم المحللون الرياضيون بتحديد المسافة التي قطعها كل من اللاعبين الأول والثاني خلال زمن مقداره 20 ثانية؟ لدينا متسابقين، قطع كل منهما مسافة قدرها 20 ثانية، ومطلوب من المحلل الرياضي أن يحدد المسافة التي قطعها اللاعبان. سوف نقوم بتحديد المسافة ومقارنة اللاعبين ببعضهما البعض عن طريق رسم منحنيات للمسافة مقابل الزمن. في البداية، هذه بيانات المتسابق الأول، وهنا قد قمنا بتحديد المسافة التي قطعها والسرعة التي قطعها أثناء كل مسافة، وقمنا برسم المنحنى كما هو موضح أمامك. المنحنى على المحور الأفقي قمنا برسم المسافة، على المحور الرأسي قمنا بتحديد السرعة، ثم قمنا برسم الإحداثيات الخاصة بالمسافة والسرعة كما هو موضح أمامك. وها هو شكل المنحنى الخاص باللاعب الأول أو المتسابق الأول. والآن لنقوم معا بتفسير هذا المنحنى الموجود أمامنا. كيف نقرأ المنحنى البياني للاعب؟ لنقرأ المنحنى البياني للاعب سوف نقوم بالإجابة عن بعض الأسئلة، وهي: هل كانت سرعة المتسابق ثابتة خلال فترة السباق؟ لاحظي من المنحنى، هل ظلت السرعة ثابتة؟ هل كان الخط موازيا لمحور المسافة؟ لا، بالفعل لم تكن سرعته ثابتة خلال السباق. إذن صفي لي سرعة المتسابق منذ بداية السباق وحتى قطعه مسافة 40 مترا. نقوم بتحديد المسافة، ها هي المسافة 40 مترا، ثم نصعد هنا على محور السرعة هكذا حتى نصل إلى النقطة المرجوة. وهنا ستكون مسافة اللاعب
قد زادت بشكل سريع كما لاحظنا منذ بدء السباق حتى وصل إلى مسافة 40 متراً، وعند مسافة 40 متراً كانت سرعة اللاعب كما استنتجناها 11.36. لنستكمل معا، ما هي أقصى سرعة وصل لها المتسابق؟ كما هو موضح أمامك في الرسم البياني، هل تستطيعين تحديد أقصى سرعة له؟ سنلاحظ أن هذه هي أعلى نقطة، إذن هي أقصى سرعة وصل لها المتسابق ستساوي 12.42 متر لكل ثانية. حددي المسافة التي قطعها المتسابق للوصول إلى أقصى سرعة. هذه هي أقصى سرعة، المسافة المقابلة لها هي 80 متراً. نكمل قراءتنا للمنحنى عزيزاتي الطالبات، وهو كيف كانت سرعة المتسابق عند نهاية خط السباق؟ كما لاحظت ها هي نهاية خط السباق، وسوف نقرأ سرعته هي 11.98. والآن صفي لي سرعة المتسابق عند المسافة بين 80 إلى 100 متر. هنا ماذا لاحظت على سرعة المتسابق؟ هنا السرعة عند 80 وأصبحت هكذا عند 100 متر. ماذا لاحظت؟ لاحظنا بالفعل تناقص السرعة الخاصة بالمتسابق. عزيزتي الطالبة، هل يمكنك حساب السرعة المتوسطة للمتسابق خلال فترة السباق كلها؟ نعم، يمكننا حساب الـ V-Average أو السرعة المتوسطة للمتسابق على طول السباق عن طريق جمع قيم السرعة للمتسابق وقسمها على عدد السرعات. سوف نجمع 6.83 بالإضافة إلى 11.36 من 100 بالإضافة إلى 12.5 من 100 بالإضافة إلى 12.42 من 100، وأيضا سوف نضيف لهم 11.98. وعدد السرعات التالية هي 1، 2، 3، 4، 5 سرعات على طول مسافة السباق. وهنا سوف يكون الناتج عزيزتي الطالبة هو 10.928 متراً لكل ثانية. هي السرعة المتوسطة أو الـ V-Average للمتسابق على طول خط السباق. والآن لنقارن بين المتسابق الأول والمتسابق الثاني. لقد قمنا بأخذ بيانات المتسابق الثاني ورسمنا له أيضاً خطاً يمثل العلاقة بين المسافة التي قطعها والسرعة التي قطعها عند كل مسافة، وكان المنحنى بالشكل التالي. وعند قيامنا بقراءة المنحنى للاعبين أو المتسابقين ومقارنتهما ببعضهما، هل كانت سرعة المتسابق الأول والثاني ثابتة أم غير ثابتة؟ من المنحنى السرعتان غير ثابتتان، وأيضا من المنحنى تزايدت سرعة المتسابقان بشكل سريع، ومن المنحنى أقصى سرعة وصل لها المتسابق الأول كانت 12.42 متر لكل ثانية، ولكن أقصى سرعة وصل لها المتسابق الثاني هي 12.9، والمسافة التي قطعها المتسابقان هي 80 متراً. كم كانت سرعة كل متسابق عند نهاية خط السباق؟ المتسابق الأول كانت سرعته 11.98 من 100، أما المتسابق الثاني فكانت سرعته 11.7 من 10. ونلاحظ
عند وصف سرعة المتسابقين أن السرعة بدأت بالتناقص عزيزتي الطالبة، وهو ما وضح لنا من المنحنيين. أجيبي معي على السؤال صفحة 25، كم بلغت سرعة الرياضي بعد انقضاء 6 ثانية؟ أطلب منك أن تأتي إلى 6 ثانية ثم تصعدي إلى أن تصلي إلى المنحنى. ستلاحظي أن سرعة الرياضي بعد 6 ثانية وصلت إلى 11 متر أو 12 متر لكل ثانية تقريبا. صفي سرعة الرياضي خلال 4 ثانية من بدء السباق. بدأنا من النقطة 0، وصلنا إلى 4 ثانية، ثم صعدنا لنحدد النقطة. وجدنا النقطة عند 4 ثانية تزايدت بشكل كبير. أكملي معي، ما الفائدة من رسم المنحنى الذي يوضح العلاقة بين السرعة والزمن لأي حدث رياضي؟ نعم، إنه يكشف لنا المزيد من التفاصيل، لأنه عن طريق قراءة المنحنى وتحليله يمكننا تحليل أداء الرياضيين ومعرفة نقاط القوة كيف تكون أرقام المسافات المقطوعة والفترات الزمنية في سباقات العدو السريع عزيزتي الطالبة؟ هل هي متزايدة أم متناقصة أم متقاربة؟ نعم، تكون الأرقام متقاربة للعدائين. وما الخطأ المتوقع حدوثه نتيجة للإجابة السابقة؟ نتيجة لتقارب الأرقام عزيزتي الطالبة، فإنه يمكننا تبديل المحاور بين السرعة والزمن، وهو ما سيصير خطأ كبيرا، لأن السرعة تكون على الخط الرأسي، أما الزمن فيكون على الخط الأفقي. بسبب تقارب الأرقام فإننا يمكننا أن نقع في خطأ متوقع. وكيف نحل هذه المشكلة؟ يجب علينا قبل بدء الرسم وتحديد المحاور التحقق من البيانات والمتغيرات في الرسم، وتحديد كل محور ووضع البيانات الخاصة به. ارجعي إلى المصدر وأجيبيني عن هذا السؤال، كم هي المسافة المقطوعة من قبل المتسابق بعد 2 ثانية؟ كما قلت لك، اذهبي إلى محور الزمن وحددي 2 ثانية والرقم المقابل لها على محور المسافة. سوف نلاحظ أنه قطع تقريبا ما يقارب 18 إلى 19 مترا في الثانية الثانية. كم هي المسافة المقطوعة من قبل المتسابق بعد مضي 8 ثواني؟ لنقوم بحساب 8 ثواني وتحديدها، ثم نصعد لنحدد السرعة المسافة المقابلة له. سنلاحظ أن المسافة المقابلة هي ما يقارب 82 متر تقريبا. والآن أجيبيني أنت على هذا السؤال، الرسم البياني لمسافات السباق مقابل الزمن سيستمر بالارتفاع حتى وإن تباطأت سرعة المتسابق عند نهاية السباق. لماذا الخط مرتفع ويستمر بالزيادة؟ هل تستطيعين أن تقولي لي السبب أو تفسرين لي السبب؟ نعم، لأن المسافة ستستمر بالزيادة بالرغم من مرور الوقت، لأن المسافة المقطوعة ستستمر في الازدياد، ولكن المعدل سوف يكون نفسه، ولذلك لا يظل اللاعب أو المتسابق ثابتا عند مسافة معينة، بل سيقطع مسافة والمسافة التي تليها وهكذا حتى يصل إلى خط النهاية. ولذلك عند رسم علاقة بين الزمن والمسافة فإننا سنلاحظ ارتفاع الخط تدريجيا. ما الفائدة من ازدياد بيانات الأداء الرياضي للاعبين كما هو موضح في الرسم أمامك؟ إن ذلك أفضل طريقة للمقارنة بين أداء اللاعبين. إذا قررنا المنحنيات نستطيع معرفة أداء كل. وإلى هنا أكون قد وصلت معك إلى ختام درس اليوم.
أتمنى منك مراجعة الدرس جيداً وحل التقييمات والواجبات المرفقة. مرة أخرى أتقدم بالشكر للطالبات الملتزمات بحل الواجبات والتقييمات.